السلام عليكم. دي الطرقة الخارجية، باب الأسانسير، باب الشقة، مصفح دبل، تصفيح كامل. ده الخارجي 3 كالون، وده الداخلي 3 كالون، وشراعة. بسم الله. هنخش من باب الشقة، هنخش من باب الشقة، هنلاقي باب الشقة والحمام في الوش الصغير بتاع الضيوف، تشطيب بالكامل، جبسون بورد، أتون ديورفيت، سخان فوري شامل الحمام الصغير والمطبخ. بعد كده عندنا هنا على الشمال باب المطبخ جرار. بعد كده نخش على الريسبشن. ما شاء الله شقة تشطيب الترا سوبر لوكس. الريسبشن بالكامل، وفي بلكونة بتطل على الشارع، والبلكونة فيها دولاب بالكامل من الأرض الجبسن بورد فوق عشان يبقى لخزين البطاطين. دي البلكونة بتاعت الريسبشن، شقة بالكامل جبسن بورد، وده الدولاب اللي جوه. ده الريسبشن زي ما قلنا. بعد كده ندخل من الريسبشن على الأوض جوه والحمام الكبير. أول أوضة برضه في الصور بعيد عن الباب. أول أوضة نطلع على الحمام الأول كبير، سخان فوري، مبني متقفل، سكريت 10، زجاج 10، سكريت 10 مللي، أتون ديورافيت كارو. كده الأوضة التانية، أوض كبيرة ما شاء الله، 3 أوض يعني كبار، خصوصا طبعا الماستر اللي فيها بلكونة اللي هي بنفتحها دلوقتي حاجة. أوضة كبيرة جدا ما شاء الله، 4.5 في 4 ولا حاجة، وفيها بلكونة، جيب أهي. ربنا يبارك لصاحب النصيب إن شاء الله.